النهارده بنبتدي ان شاء الله، ومتوكلين على الله طبعا. كل واحد عامل كل ما في استطاعته ان هو يقدر يحضر شغل الزائرين، وطبعا جايبين شغل ما كانش موجود في السوق الازبكيه قبل كده، بحيث ان احنا برضك يبقى في اي طفره للسوق بعد طبعا الغاء المعرض على السوق الازبكيه. يعني ان شاء الله كل الفكره ان احنا قربنا لنفسينا بحيث ان الناس بس تسمع عنا. يعني في ناس كتيره ما يعرفوش مكان سوق الازبكيه، موقع سوق الازبكيه، فبيقولنا على المعرض على طول، يعني ما يعرفوش مكان سوق الازبكيه فين ولا يعرفوا يجوا العتبة ازاي. فاحنا بس عملناه توقيت قبل، بحيث ان هو بس هو كمهرجان مش كمعرض. يعني احنا طبعا ما نقدرش ننافس طبعا، الاسعار طبعا في تخفيض جامد جدا. احنا نعمل في ربنا طبعا ان يكون في اقبال، يعني لو جه 70% ما احنا متوقعين يبقى كويس جدا. يعني والله المهرجان احنا عاملينه مش اول مره بنعمله، احنا عملناه قبل كده في سنه 2011 لما المعرض الدولي كان اتلغى بسبب احداث 25 يناير. احنا اخترنا عشان اجازه نص السنه، فقلنا احنا هنعمله من 15/1 ل 15/2. احنا الدعايه عندنا مش عاملين دعايه كافيه طبعا، الدعايه بتاعتنا احنا غير الدعايه بتاعت المعرض الدولي اصلا، فدعايتنا مش هتبقى كافيه، فقلنا نمط المده شويه على اساس ان برضو يعني ايه ندي لنفسنا فرصه للاحسن. يعني عندي انا عندي ركن المجاني كده اللي بيشتري مثلا كتاب او حاجه، عندي انذار، عندي حاجه زي اجازه كريستي، عندي كتب اكل كده، يعني عاملين حاجه كويسه يعني تشرف مصر ان شاء الله. احنا وصلنا النهارده، انا كده بصيت على الصفحه، وصلنا ل 20,000، وعملنا مسابقه على الصفحه وكسب فيها 5 امبارح، المفروض يستلموا جايزتهم يوم الجمعه، واللي مش هيقدر يجي في اي وقت هيستلم جايزته. عباره عن بومب ب 100 جنيه يشتريها من اي مكتبه في سور الازبكيه، والمنظمين هم اللي هيحاسبوا. الإقبال طبعا لحد ما كويس. في البداية كان الكتب غالية شوية يعني، لكن بدأت من بعد دوري بقى يعني بقى الأرخص شوية. فلسفية وتاريخ وسياسة، يعني دي غالبا الكتب، وبعض الروايات يعني كتاب مصريين وأدب عالمي كده.